المحاضرة دي هنتكلم عن ال right ventricle assessment and inferior vena cava، وعشان نفهم فكرة ال right ventricle لازم نعرف إن دايما ال assessment with the right side بيعتمد على حاجة فيسيولوجي مهمة أوي، إن ال right side بيبمب البلود against a low very low pulmonary vascular resistance، وأي زيادة في ال pulmonary vascular resistance لأي سبب من الأسباب سواء obstruction سواء back pressure من الليفت فينتريكل ده بيخلي الرايت فينتريكل بيدايليت، فدايما بيحصل دايلاتيشن للرايت سايد ومعاها طبعا ار في dysfunction، ودي علامة من علامات ان حصل some sort of increased pulmonary vascular resistance. وعشان اعمل assessment للرايت سايد انا عايز اكومنت على 3 حاجات، اول حاجة السايز، وبعد كده السيبتوم، وبعد كده الفانكشن. السايز دايما في كذا ديفينيشن من الانلارجمنت، واحد من الديفينيشن مثلا ان الار في تقريبا اكتر من تلتين السايز بتاعت ال بي في الابيكال فلويد تشامبر فيو، او ان لو قسنا البيز بتاعت الرايت سايد تعدي 4.1 سنتيمتر، او ان الابيكس ان الار في بقى يشارك في جزء من الابيكس في الابيكال فورد تشامبر. احنا عارفين ان ان الرايت سايد ما بيلوش دعوه خالص بالابيكس في الابيكال فورد تشامبر، والابيكس معمول توتالي بالليفت فينتر. لو حصل ان الرايت سايد بقى هو بيشترك في ان الابيكس كانه جاي منه، يبقى هنا عندي ار في دايلاتيشن. طيب الريشيو بتاعت الار في للال في في الفور تشامبر لو اقل من 0.6 يبقى مفيش دايلاتيشن، من 0.6 ل 1 اتس مودريت، واكتر من 1 زي الصوره دي تبقى سيفير. ولما بصينا هنا بصينا هنا فور اكزامبل لقينا الابكس هنا توتالي بالليفت فينتريكل، هنا لما بقعد بعض الار في بقى بيشارك في جزء من الابكس، وهنا لما حصل سيفير دايلاتيشن بقى الابكس توتالي فورمد باي رايت فينتريكل. بصينا هنا هنا مفيش دايلاتيشن وهنا في دايلاتيشن. اهم حاجه لازم نقولها ان عشان نحكم على الدايلاتيشن لازم السيبتم يبقى بيربنديكولار عشان نقارن الار في سايز بالال في سايز. طيب في الابيكال او الباراستيرنال شورت اكسس فيو المفروض ان عندي ان زي ما اتفقنا ان الليفت فينتريكل بيبقى عامل دونت شيب. يعني ايه دونت شيب؟ بيبقى عامل زي مدور في السيستول والديستول، والار في بيبقى كريسنتك شيب، وده طبيعي لان الليفت فينتريكولار بريشر دايما يبقى ولا من الار في بريشر في السيستول والديستول، فلازم ال في يبقى دايما مدور في السيستول والديستول. لكن لو حصل ان الار في بقى دايليتد بقى يبتدي السيبتم ياخد شكل وات كولد دي شيب، يبقى ال في بقى شبه الدي ما بقاش شبه الدونتس. فلو هنا ده النورمال ال في، لكن المنظر ده بيسموه دي شيب سيبتم او دي شيب ال في، ده معناها انكريز ذا سايز اند اور بريشر جوه الرايت فينتريكل. فدي ضمن برضو من علامات يقول لي ان الار في هنا دايليتد او البريشر فيه عالي ولا لا، ان انا الاقي ان الـ ان السيبتم بقى شبه او ال في بقى شبه حرف الدي. الفانكشن عشان نقسمها يا اما فيجوال اسيسمنت او نعمل حاجه اسمها تابسي. التابسي او اختصار حاجه اسمها ترايكاسبت انيلر بلين سيستوليك اكسكيرشن، باختصار ان الفري وول بتاع الرايت سايد هو قد ايه بيتحرك ناحيه الابكس، يبقى الموفمنت كده هي اللي بتقول لي هو تقريبا الرايت فينتريكل فانكشن كويسه ولا مش كويسه. لو الموفمنت ده اللونجيتيودنال موفمنت دي بتاعت الرايت سايد عدت سنتي ونص ده نورمال، لو اقل من سنتي ونص يبقى الار في يبقى فيه ديس فانكشن. بعملها ازاي؟ بعملها ان انا ببص في الابيكال فور احط ام مود، اتفقنا الام مود ده one of the mode اللي هو بيقطع الهارت in one plane، وابتدي اقيس الموفمنت دي الحركه دي قد ايه حصلت من الفري وول للابكس. الشكل ده بيبقى شكله عامل ازاي في الام مود؟ شكله عامل زي الويفز كده، الويف دي. فالويف دي قد ايه هي اتحركت؟ ده حركه الحته دي ناحيه الابكس. لو المسافه دي عدت سنتي ونص
يبقى الار بي فانكشن كويس. فور اكزامبل لو بصينا هنا المنظر ده هتلاقي ان الفري وور بيتحرك كويس جدا ناحيه الايبكس، فده نورمال فانكشن. لكن لو بصينا هنا تحس ان الفري وور دي ما بتتحركش، وكل حركه جايه من البارت اللي فوق ده، فده بور فانكشن. تاني حاجه بنعمل اسسمنت للانفيرو كده، اتفقنا الاي في سي ممكن نستخدم الاسسمنت يا اما كيرفلينير بروب او ايكو بروب. دايما في الميد لاين بحيث ان النوك ناحيه الهيد بتاع العيان، وبنحاول نشوف الدايمتر في الفاريشن في الانسبيريشن والاكسبيريشن سنتي ديستال للانسيرشن بتاع الهيباتيك فين. طيب عندنا نوعين من الاندكس، حاجه اسمها كولابسيبيليتي اندكس وحاجه اسمها ديستنسيبيليتي اندكس. امتى نستخدم الكولابسيبيليتي اندكس وامتى نستخدم الديستنسيبيليتي اندكس؟ على حسب العيان هو سبونتينيوسلي بريدنج ولا ميكانيكالي فنتريك. لو عايز سبونتينيوس بريدنج بستخدم حاجه اسمها كولابسيبيليتي اندكس، وهو جنرالي المعادله بتاعته الماكسيمم دايمتر ناقص المينيمم دايمتر على الماكسيمم. يعني لو كان الماكسيمم دايمتر بتاعي 2 سم والمينيمم دايمتر بتاعي سنتي، يبقى 2 ناقص 1 على 2، يعني بيحصل كولابس حوالي 50%. طيب فلكن تعالى نبص على الاكزامبل ده، ده عيان spontaneous breathing بس مفيش أي نوع من أنواع الكولابسيبيليتي، لكن بصينا على العيان بيحصل كولابس أكتر من 50%. أنا during في spontaneous breathing مش بس بحكم على هو قد إيه بيكولابس، لكن بحكم على الأبسوليوت دايمتر. يعني أنا مهم جدا عندي إن الأبسوليوت عشان أقول العيان ده هايبوفوليميك يبقى الابسوليوت دايمتر قليل وبيكون لابس اكتر من 50%. الاثنين دول بقول ان هو العيان ده ديفينتلي نيد فوليوم. لكن في الميكانيكا فيديتد بيشنت بحسب حاجه اسمها ديستنسبيليتي اندكس، هو نفس الفكره بس فكره الديستنسبيليتي اندكس ان هنا بشوف during post pressure ventilation المفروض ال IVC بي ديستند مع ال post pressure مش بيكون لابس، عشان كده يسموه ديستنسبيليتي اندكس. في طريقتين احسب بيها الديستنسبيليتي اندكس ويوم ديفرنت كات اوف فاليو، يا اما اخد الماكسيمم دايمتر ناقص المينيمم على المينيمم، وهنا ساعتها الكات اوف فاليو لو عدت 18% يبقى ديس بيشنت كان بي افلويد ريسبوندر. لكن في طريقه تانيه ان انا بقدر المقسم على المينيمم بقسم على المين، يعني مجموع الماكسيمم والمينيمم على 2، لو عدى 12% يبقى هنا العيان فلويد ريسبوندر. فانت عشان بس لما نيجي الناس تقرا السنسبيتي اندكس ساعات بيبقى كونفيوزنج، بس مره الليترشر تستخدم الرقم 18 ومره الليترشر تستخدم رقم 12. بس 18 و12 ده بيزد على ايه؟ بيزد على هو انا بقسم على ايه؟ بقسم على المينيمم دايمتر ولا بقسم على المين دايمتر بتاعي؟ لكن ان جنرال لو انا لقيت عيان سواء بقى ديستنسبيتي او كولابسيبيليتي الديامتر بتاع الاي في سي الابسوليوت ديامتر قليل جدا وبيكون لابس اكتر من 50%، دي سبيشال از ديفينتلي هايبوفوليم. اون ذا اذر هاند لو لقيت عيان الاي في سي الديامتر ديستندد ومفيش اي تشينج يبقى العيان ده هايبر فوليميك. لكن ان بتوين اللي هو ديستندد بس بيكون لابس، ده الكونكلوجن هنا مبقاش كونكلوسيف، ما نقدرش نقول العيان ده فعلا محتاج فوليوم ولا لا. يبقى الاكستريم سهل الكونكلوجن فيه، لكن ان بتوين ما بقدرش احكم. يبقى انا دايما بحكم على حاجتين، الابسوليوت دايمتر كام وبيتشينج الدايمتر مع الريسبيريشن كام، يبقى الاثنين فاكتورز مهمين وانا بحكم على العيان ده محتاج فوليوم ولا لا. لو الابسوليوت دايمتر اقل من 1.4 وبيكولابس اكتر من 50% يبقى العيان ده ديفينتلي هايبو فوليم. اخر حاجه بنتكلم على واتس كول بريكاردال تامبونات، والبريكاردال تامبونات او الافيوجن هو كوليكشن في البريكاردال كافيتي لما بيحصل لها اكيوميشن فيري كويكلي ممكن يعمل واتس كول كاردياك تامبونات. ودايما الافيوجن التامبونات بيحصل طبعا ليها علاقه بالفوليوم بس ليها علاقه بالتايم اوف اكيوميشن، كل ما الاكيوميشن تايم بقى سريع كان التامبونات بيحصل بطريقة أسرع. وعشان نفرق البريكاردال افيوجن من البلورال افيوجن دايما الديستندنج اورتا ده المارك بتاعي. هنا الفلويد المتجمع جنب الهارت فوق الديستندنج اورتا ده بريكاردال افيوجن، يبقى اي
فلويد متجمع انتيريور او فوق الديستندنج اورتا ده بريكاردال افيوجن، على عكس المنظر ده فلويد متجمع تحت الاورتا ده بلورال افيوجن. فديس بيشنت عنده حاجتين، عنده بريكارديال وعنده بلورال. ليه عنده بريكارديال؟ عشان فلويد متجمع فوق الديستندنج اورتا. ليه عنده بلورال؟ عشان الافيوجن او الفلويد متجمع تحت الديستندنج اورتا. يبقى مهم جدا وانا بعمل اكزامينشن الباراسترنال لونج اكسس ابص على الديستندنج اورتا، يعني ده المارك بتاعي لو الافيوجن متجمع فوقيه او تحتيه. اول علامات الكاردياك تامبونات انه بيحصل حاجه اسمها اتريال سيستوليك كولابس، يعني بص المنظر ده هنلاقي ان الرايت اتريوم بي كولابس دورينج سيستول، ده اول بدايه الكاردياك تامبونات. بعد كده بيحصل واتس كول دايستوليك كولابس للار في، يبقى ده ليه بيحصل كده. وعشان يعني نستخدم الكريتيكال كير التراساوند عشان نشخص الاكيوت سيركيلاتوري فيلير عندنا الدياجرام ده. لو عندك هايبر كاينيتيك هارت وكولابس الاي في سي this patient is definitely hypovolemic. لكن لو الهايبر كاينيتيك هارت والاي في سي variable او الهارت نورمال فانكشن يبقى دي definitely distributive shock او septic shock. لكن لو عندك depressed ejection fraction و dilated IVC it could be a cardiogenic shock or septic shock. ساعتها هنا محتاجين نعمل further assessment ال cardiac output عشان نفرق ال cardiogenic shock من ال septic shock. لكن لو عندك ال RV dilated و dilated IVC يبقى دي obstructed shock. وطبعا لو لو عندك بريكارديال افيوجن برضه ودايت اي في سي يبقى دي اوبستراكتيف شوك. يبقى دي الانواع لو هنيجي نبص على هنا، ده هايبر دايناميك هارت، ده كولابس الاي في سي، ذيس بيشنت هاز هايبوفوليميك شوك، ده نورمال سايز هارت فاريبل سايز اي في سي ات از ديستريبيوتيف شوك، ده بيشنت وذ ديبريسد اجكشن فراكشن وديستندد اي في سي. هنا ما اقدرش اقول ده سيبتيك شو كارديوجينيك شوك ولا سيبتيك كارديوميوبثي، لان ات كود بي ان الاجكشن فراكشن قليل بس الكارديك اوتبوت زايد، فعشان كده ساعتها احنا محتاجين نعمل اسسمنت للكارديك اوتبوت ان ذيس بيشنت. لكن ان جنرال لو لقينا العيان بالمنظر ده ولقينا ديستند اي في سي بلس اذر ساين اوف ال في فيلير زي مثلا ويت لونج، يبقى العيان ده متشخص ان هو كارديوجينيك شوك. واخر حاجه لو لقيت ار في دايلاتيشن وديستند اي في سي يبقى ده اوبستراكتيف شوك. Thank you.